عملية النشل هاي فيها تصير وين ما كان ومع مين ما كان بلبنان، وهالسنة أكتر من يلي قبلها، لأنه بحسب قوى الأمن الداخلي جريمة النشل ارتفعت لحد 16% بأول 7 أشهر من 2016، الشيء اللي دفع قوى الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالإضافة لإطلاق حملة توعية على وسائل التواصل الاجتماعي. كل الجرائم عم تنخفض، في هالجريمة الوحيدة اللي عم ترتفع، وبالرغم من الشغل الكبير والعمل الاستثنائي اللي عم تقوم فيه مفارس استقصاء والشعبة معلومات في بيروت وجبل لبنان وتوقيف وملاحقة الأشخاص يلي عموا بالنشل، أردنا كمان نقوم بحملات توعوية، نقوم بحملات إعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هي الحملة حاليا بفيديو أطلقناها الأسبوع الماضي، كل أسبوع تقريبا على وسائلنا التواصل الاجتماعي في حملة جديدة مختلفة عن وسائل النشل وشو الطرق يلي عم يكون في نشل فيها وشو الطرق اللي نحن نتفادى الجرائم النشل. معظم عمليات النشل بحسب مسلم عم بتصير بجبل لبنان وبيروت، أما الوسائل والضحايا 90% المرأة. المرأة هي بالنسبة له لهذا الشخص الشخص الضعيف على الطريق، أول شيء الدراجة بيكون عادة شخصين عليها، فبيراقب المرأة كيف عملية لسيمة إذا كانت سيرة على الأقدام، المرأة لازم تمشي على الرصيف، الحقيبة تكون على مالة الحائط مش على مالة الطريق، إذا كانت بالسيارة أثناء عجقة السير فورا يلقطها بياخدها بياخد الحقيبة، وهون كمان النصيحة تكون دائما الحقيبة على الأرض مش على المقعد السيارة. 407 عمليات نشل صاروا لهلأ هالسنة، فيما العمل جاري على الحد من هالجرائم، ولكن بتضل التوعية هي الأساس لمكافحة هالظاهرة. طبعا حوادث النشل قضاء وقدر، ولكن نصايح بسيطة فيها تحميكم. إذا متنقلين على الطريق حطوا الشنطة بهالشكل مما بيصعب على السارق أنه يسحبها منكم، أما إذا كنتوا واقفين بعجة السير ارفعوا قد ما فيكم الإزاز، وطبعا أقفلوا أبواب السيارة حتى ما يقدر يفتح الباب ويسرق الشنطة اللي ما مفروض تكون أصلا بمكان ظاهر. على أمل طبعا ما تتجربوا. جورج عيد، MTV.